السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح، ان شاء الله تكونوا كاع غايا. مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اذا كان تعجبك قناتي واذا كان يعجبكم المحتوى تاعي، معليش دخلوا لي اشتراك في القناه، دخلوا لي ثاني جام ولا اعجاب اذا عجبكم الفيديو. جيتكم اليوم فيديو جديد اللي غادي نهضر لكم فيه على هذا ليسور تاع ماك. اول حاجه نبدا بها هو شوفوا، هو كاع الحمان ماهوش مليح للشعر، باينه باللي كيكونوا نعالجوا في شعورنا ولا بلا معالجه. ما لازمش نستخدموا ليسور بزاف، ليسور الخدمه تاعه على الاقل على الاقل على الاقل خطره في السيمانه ولا خطره في 15 يوم. هذو الناس اللي يبغوا يديروا ليسور، والناس اللي هتعالج في شعورها وكاع خطره في الشهر ولا ايفيتيه كاع حتى يولي شعرك شباب وكاع، وما تكثريش خاطر ليسور كاع يحرق الشعر. على ليسور يحرق الشعر على عكس السيشوار ما يحرقش الشعر، لانه الشعره تكون هكا فوقها الحراره وتحتها الحراره، على بها البشره تنضر بزاف، ومع الوقت كي تولي تستخدمي مشكله مش يحرق لك الاطراف، مشكله تولي الشعره ديجا تاعك يروح من هذوك لي فيتامين من كثرة تعرضها بينا بالليل درجه عاليه من الحراره. وثاني هكا يروحوا لها كاع لي فيتامين تاعها، وما تحسيش هكا شعرك فيه ديك الحيويه والنشاط تاعه، تحسي فيه تحسي هكا ناشف، يا هو هكا مسرح وشباب يا هو ناشف. المهم جيت اليوم للعرائس ولا اي شراء بغات تشري ليسا، باينه بلي هذه باينه بلي راكم شفتوا عليها بزاف بزاف لي ريفيو في اليوتيوب، بلي هذه هي افضل ماركه تاع ليسور ممكن تشريها. كما كتشوفوا يجي هذه هي القابسه تاعها كيما هكا باش تحافظي عليها، ويجي انا هذا اللي عندي تاع 450 450 درجه مئويه، ومع ذاك يخدم علامه يليسي الشعر علامه، هذا هو باللون الاحمر بين اللي كاع الناس تقول لك كي تروحي ديري لا ريشيرش في اليوتيوب تقولي ليسور ماك الاحمر، ماليش على شعب لا كولور الحمراء، بصح هي لا كولور باينه بلي شابه بزاف وصراحه بزاف شباب. هذا ليسور السعر تاعه هو ما تصيبيش قل من 500 ألف، وكل واحد كيف يبيعها كان واحد الوقت ماشي كاين فيه لي هادو بالديجيتال، هذا فاني ديجيتال، كاين لي يطلع حتى 850 درجه مئويه، يعني درجه الحراره بزاف عاليه، هي غير 450 درجه ويلي في الشعر مليح صراحه، يولي شعر حرير ماشي بحالك غير هكا. وصاي كما كتشوفوا الخيط تاعها طويل، في حاجه اللي هي شابه بزاف اللي هي هكا يدور، يعني الخيط ما يتلوالك شوي دور هكا يساعدك في الخدمه. كما كنت تشوفوا عريض، ميم لو بغيتي ديري شاك اونجيلي ولا هكا مرولي غادي يدير لك لفات الشعر بزاف شابين. وهو صحتا انا يعجبني بزاف كيفاه يهود الشعر، كيفاه يليسي الشعر، هكا يقعد الشعر مطرح، ميم اذا ما خسرتيش شعرك 15 يوم غادي يقعد هذاك اللي فيه تاعه. فانا لي كوافيز ولا لي باي يشرو هكا ليسور تاع صالون، هذا شباب بزاف لانه تخدمي به شحال تخدمي به الحراره تاعها ما تبدا تنقص. هي شوف العيب تاع ليسور اللي بزاف الناس ولات كتعاني منه، هو ليسور ضربه الاولى يكون حامي حامي بزاف، يساعدك هكا في الخدمه يولي شباب يعطي شعرك هذيك اللمعه، ومن بعد مع الوقت مع الوقت مع الاستمراريه هكا في الخدمه سيرتو اللي يخدموا به هكا كل يوم كيما نقولوا في صالون ولا يبدا يبرد. وتكون شاريها غالي بزاف، كاين وحدين يفوتوا بالملايين كيما تاع براون كيما تاع بزاف بزاف الماركات، يكونوا غاليين بزاف ويبداو يبردوا، العيب تاعهم يبداو يبردوا كاع ما يكملش العام يبدا يبرد، وباين بلي كي يبرد ما غاديش يعطيك هذاك هذيك النتيجه اللي كتحوسي عليها. بين وحده ديال لي سيغ بين تحوس نتيجه شابه، وبصح فاني طريقه الاستعمال مهمه جدا جدا. لي سيغ يتحط على شعر نقي، هذه شوفوا هذه اول حاجه، هذه اول كيما نقولوا اول نقطه وهي الاهم، هي اهم نصيحه، الشعر ديريه على شعر ليسور عفوا ليسور ديريه على شعر نقي ماشي على شعر موسخ، لاخاطش غادي يتوسخ لك ليسور ويولي يعطي ريحه ماشي كاع شابه ويخسر، وعلى شعر ماهوش مزيت حذاري لك كنتي دايره الزيت ولا سيروم في شعرك
ودرتي لي ساعه خاش غادي تخسريه وغادي تضيعيه وين ما تشعليه تبغي تخدمي به يبدا ذاك الزيت ينحرق ويحرق لي ساعه يحرق هنا الداخل هنا الداخل ماشي يحرقها بحال ما يوليش يخدم لا هنا الداخل ينحرق ويعطيك ريحه ماشي كاع شابه للشعر ومام الشعر تاعك يتزيت ويعطيك ذاك المنظر الزيتي اللي ماشي كاع شباب. وهذه اهم نقطه على شعر نقي على شعر ناشف يكذب عليك ولا يقول لي صغلا درتيها على شعر مشمخ تخسري زوج صوالح تخسري لي صغ تخسري شعرك مع بعض. شعرك لا كان مشمخ ودرتي له النيشه اللي صغ غادي يتقرض غادي يتقطع غادي ينشف غادي يولي كارثه. ولي صغ باينه باللي الحمان ويخدم بالضوء وحامي بزاف وديري له حيه مشمخه بالك لا ما طرطكش في راسك راكي سلكتي لي صغ ينتر وتغدي تسويش بالك راكم خادمين بيه على بالي بلي خدمنا بلي صغ شعرنا منفخين هكا والبخار يطلع الشعر ينشف بالسيشوار لو كان ديري غير كيما هكا على شعرك تنشفيه ومن بعد تستخدمي لي صغ. والنقطه الثالثه المهمه بزاف اللي هي تستخدمي واقي الحراره. دوك ندير لكم فيديو خبركم فيه على اجمل واقي حراره بكاء في العالم الشرقي في الجزائر ومتوفر من ماركه ثاني متوفره هنا في السوق الجزائريه. لازم ديري هكا يجي هو خطره ولا ديري بديل الزيت بديل الزيت ثاني ما ياثرش بصح ديري غير شويه هكا من تحت من الاطراف كيما راني مفهمتكم. ولا درتي هذاك الواقي الحراره غادي يجي هكا فشفاشه تفشفشي على شعرك تمشطي هكا بسلاكه وتبداي تخدمي بليسير تاعك وتكون السعر تاعها يدير ما تلقاهاش تحت 500 ولا مقلد. هذا هو لوريجينال ها هو هنا جو في اون بواط هكا كيما هكا ها ماك مكتوبه ماك هذا هو لوريجينال قلت لكم هذا اجمل ليسور ممكن تستخدميه في حياتك. اذا كنتي باغا ليسور شباب ويشدلك ديري دراهمك في حاجه تدوم ديريش دراهمك في حاجه بالخف تخسر ولا يليسي الشعر يدير اونديلي بزاف شابين مشطاه بزاف شباب ما يبردش مع الوقت. السعر تاعها في الحق مناسب كما نقولوا على جهاز حراري. وهذه هي هذا شباب درك نوريكم دروك كيفاش كيفاش يشعل كيفاش تخدموا به. اول حاجه ديريها اللي هي هكا تفيكسي انا باللي في الاخر وتصيبي هنا قلت لكم ها هي دور شوفوا انا عجزت باش نحله كتشوفوا كيما هكا داير يدور ها مام الخيط يقعد كيما هو هو ايا ولي ساغره تاعك راه يدور. تقرضي هذه تهوديها كيما هكا هذه شويه مزهره هذه تحليها هاك باش اللي ساغ يتحل هكا. انا حليتها كي حليتها ها شوفوا كيفاه تحل ومن بعد بعدا قلت لكم غير تركبوه غادي يشعل كيما هكا. انا كنت مطفيه الضو اي حاسبه روحي راني شوفوا يجي كيما هكا هكا كتبه تاعه يجي هاك تروحي ديري هاك ديجيتال ديري هذه هكا تشعليه كي يشعل ها يشعل على 450 ها ايوا تجي هكا كادنا هنا ومن بعد يبدا يهود شوف ولا 214 220 234 يبدا يطلع يهود. تي هكا تزيدي كيما كي باغا وتنقصي كيما كي باغا حتى الكادنا هذيك تتبلع. كي تتبلع هذيك الكادنا ايا يحبس عند هذاك لا كي باغاته هذاك لا كي باغاته. ومام البنات فيه ميزه شابه بزاف اللي هي يحمى بالخف. شوفوا انا بالخف طفيته لخاطرش مانيش باغيه نخدم به لخاطرش مانيش باغيه نخدم به نكمل لكم ها هاك هاكا راه يزلط شتو شحال حليته ثواني قلت لكم بالك ثلاث ثواني ولا ربعه حليته ها هو هنا حما ها والله ما نقدر نشد هاكا من الفوق يصنع ما يزلطنيش بصح كي نتوشي هاكا يزلط بصح كي طولي بيه غادي هنا يولي يزلطك حرزي روحك. وكاين اللي حتى يجو معاهم هاكا لاخوش وتجي معاهم ليغو ديريها باش ما تزلطش خاطرش هذا حديد حامي. قلت لكم حاجه اخرى بغيت نخبركم بها
نسيتها. واه مثلا انني نخدم هكا شعري و دايرة درجة الحرارة مثلا 300 وفيكسيتها صاي 300 ايوا و جات ديك الكادنة وقعدت نخدم هكا في شعري هكا راني نخدم ايوا و بعد جاتني هكا حاجة عيطولي ولا رحت ندير هكا في حاجة ولا وخليت لي سوغ يقعد واحد 2 مينيت 3 مينيت كيما يصيبكش هكا حليتيه وهزيتيه وبديتي تخدمي به يبدا يهود في درجة الحرارة وحده. كي ترجعي غادي تصيبيها 120 130 فهمتوا يبدا هكا يهود وحده. هذه ثاني حاجه شابه بزاف خاطش الحراره بزاف هكا ماشي مليحه للجهاز. خبرتكم بهذا النقطه باه ما تقولوش باللي راه يهود وحده، هو يبغي هكا تحرك كي تفيكسيتو ديت تخدمي به راه في ذيك الدرجه اللي ريقلتيها عليها. بصح لو فات لا خليتي هكا بجهه ورحتي ديري حاجه اخرى ولا كيما نقولوا ولا نسيتيه كاع غادي يهود وحده ما غاديش يطفى وحده يطفى. ما على باليش بالك كون يلحق ساعه ولا باينه باللي يطفى خاطش مانيش مجربه تاع خاطش دائما نحرص عليه باللي توجور نطفيه. ايا وقلت لكم يبدا يهود وحده يبدا يبرد وحده هكا باش يقعد الجهاز يعني زين وما يقصرش. المهم البنات هذا اجمل ليس ممكن تشري، توفر فيه دراهمك توفر فيه جهدك عندك تجيب ديه خطره ماكسيموم زوجه شعرك ولا حرير كما قلت لكم الشيرات كاع هكا. ومانيش نشجع فيكم باه ديروا لي سيغ باينه باللي في عرس ولا في خرجه ولا حاجه ولا بغيتي هكا. بصح كل يوم كل يوم غير ايفيتو خاطش والله لا غير يحرق لكم شعركم هذا ولا خذ اخر. ما كاينش لي سيغ ما يحرقش الشعر ولا حراره ما تحرقش الشعر. المهم البنات كان هذا هو الفيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله تكونوا استفاديتوا ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه، تنساوش تشتركوا في القناه.